بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الفيديو دوت يا جماعة، في رسالة برضو بوجهها لبعض اليوتيوبر اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم، وأول ما فتح عليهم عملوا بيوتي سنتر. طيب انت عملتي بيوتي سنتر يا مدام، انت ايه اللي دخلك بقى في الحرمة الحلال والحرام؟ كل ما تتكلم تقول علشان ده حلال، عايزة تعمل رموش هتقول ده حلال، عايزة تعمل حواجبها هتقول ده حلال، عاوزة مش عارف تتمكش تقول ده حلال، عايزة توسع عينيها تقول ده حلال، عايزة تحط بودرة تقول ده حلال. انا مش عارف بصراحة انت مالك، انت ومال الحلال والحرام يا مدام، يا مدام يا اللي عملتي البيوتي سنتر، انت مالك ومال الحلال والحرام؟ انت عملتي حاجة دلوقتي من دماغك؟ انت المفروض قبل ما تسألي في البيوتي سنتر ده، قبل ما تفتحيه، تسألي حد كده، ناس اهل علم كده، اللي انا هعمله ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا؟ ان انا ازين النساء وتخرج كده في قلب الشوارع كده متبرجات، حلال ولا حرام؟ متزينات حلال ولا حرام؟ لازم تسأل واحد كده راجل اهل علم، عنده دين وعنده كده اقبال على الله سبحانه وتعالى، وعنده كده احترام لنفسه. لازم تسأل اهل العلم، ما تاخدش حاجة من دماغها. اول ما ربنا سبحانه وتعالى مكنها وفتح عليها، راحت خدت البيوتي سنتر ده، وحتى جوزها مش راضي. يعني هي واقعه في امرين ما يعلم بهم الا ربنا، يعني هي ما سمعتش كلام جوزها، وفي نفس الوقت اصلا رايحه بتعصي ربنا سبحانه وتعالى وبتحارب ربنا سبحانه وتعالى بتبرج النساء وبخروج النساء متبرجات. يا مدام يلي انت ما تعرفيش الحلال والحرام، انت عارفه يعني ايه هو التبرج؟ تعرفي يعني ايه التبرج اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. معنى التبرج اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن هو إظهار الزينة. التبرج لغة هو إظهار زينة المرأة لغير زوجها. فهل ده حلال ولا حرام يا مدام؟ فأنت مالك ومال الحلال والحرام؟ بتتكلمي فيه ليه؟ انت بتحللي شيء انت معتقده من جواكي 100% ان هو حرام، عندك عقيده جازمه جوا قلبك كده اللي انت بتعمليه ده غلط، ومع ذلك بتكبري. لا، لغايه لما تيجي تتكلمي في الحلال والحرام وهتزعقي على الفيديوهات بتاعتك، اقفي، لازم تعملي ستوب هنا، لان مفيش حد هيسكت لك. الحلال والحرام ده بناخده من شرع ربنا سبحانه وتعالى مش بدماغك انت. قبل ما تعملي الخطوه دي انت خالفتي زوجك، زوجك قال لك ما تعملهاش، وده انت اللي قلتي الكلام ده، احنا ما نعرفش الكلام ده، انت اللي قلتيه. ادي اول خطا. تاني خطا، خالفتي ربك سبحانه وتعالى في انك انت يعني بتبرجي النساء، تخليهم يتبرجوا. عايزه انت ايه؟ بتسالي على ايه؟ بتدخلي نفسك في مواطن مش بتاعتك ليه؟ خليكي انت في اللي انت فيه، خليكي في البيوتي سنتر بتاعك، ومالكيش دعوه بقى بقصه حلال وحرام، لان هي مش بتاعتك، مش بتاعتك خالص. فرجاء يا مدام مالكيش دعوة بالحلال والحرام، رجاء الرسالة دي بوجهها لك وبقول لك مالكيش دعوة بالحلال والحرام، سيبي الحلال والحرام لأهل الدين. انت اهل الدنيا، خليكي بقى في اهل الدنيا بتوعك، وخليكي مع اهل الدنيا بتوعكم، انتوا فاهمين حاجة على مزاجكم وعاوزين تبرروا شيء انتوا معتقدين 100% انه هو حرام. فارجو ان الرسالة دي توصل لك، وارجو انك انت تفهمي انت بتتكلمي على ايه. يقول ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم.